اهلا بحضراتكم من جديد. وشهر مارس شهر المرأة بجدارة الحقيقة، كم احتفالات، يوم المرأة العالمي، يوم المرأة المصرية، عيد الأم طبعا، واللي كل الأمهات بيستنوه من سنة للسنة. فعاليات كتير بتكون فرصة كبيرة جدا علشان نسلط الضوء على إنجازات المرأة اللي الحقيقة هي موجودة حوالينا في كل اتجاه. يعني مش محتاجين قوي أعياد علشان نحس بقيمة المرأة في المجتمع، لكن ده مهم والتقدير بيبقى مهم، والأمهات وكل سيدات بتستنى ده من السنة للسنة. والحقيقة أنه يعني المرأة المصرية، وزي ما احنا بنشوف بقالنا فترة، تعديل في قوانين وتشريعات مهمة جدا جدا، تعديل حتى في الصورة الذهنية اللي كانت موجودة للفتاة في أماكن معينة، وكل المشاكل اللي بتقابلها. نقدر نقول دلوقتي ان احنا وصلنا ان احنا نكون بنعيش عصر ذهبي بجد، كل الفتيات اللي موجودة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، واللي بتتبناها الحكومة المصرية وكل أجهزة الدولة بجانب المجلس القومي للمرأة. لو نشوف هنشوف انه في زياده في نسبه تمثيل المراه في الحكومه وكل الهيئات كمان، بالاضافه لاطلاق مجموعه من المبادرات عشان نهتم بصحه المراه الحامل والمراه العاديه، بالاضافه لبرامج كتيره لتمكين المراه المصريه اقتصاديا. وهنا هنتكلم باستفاضه عن الاستراتيجيه وعن ملف تمكين المراه، هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل مع ضيوفنا اللي منورينا النهارده، المحاميه مها ابو بكر والكاتبه الصحفيه دينا عبد العليم. اهلا بيكم منورينا. اهلا بيك. منورين الدنيا وكل سنه وانتم طيبين. شهر مارس كل سنه من اوله. عيد الام، انا عندي عيد ام وعيد ميلادها، يعني مراتي. لا ده انت، ده عيد موضوعك موضوع. الحمد لله. لا ده حلو، واحده حلوه. اه طبعا. لا لا لا، اثنين في واحد، اثنين في واحد. لا هي طيبه بقى، بتعمل بديه واحده. طب استاذه مها، بعد اذن حضرتك عايزين نعرف بقى ملف تمكين المراه ده وصل لغايه فين، وازاي بيتم تمكين المراه في مختلف المجالات على ارض الواقع. طيب خلينا نقول ان هو سؤال واسع قوي. يعني محتاج اجابه كبيره. طبعا خلينا نقول ان احنا فعلا زي ما قالت استاذه هدير، انه احنا بقالنا فتره بنعيش العصر الذهبي للمراه المصريه، وده في الحقيقه كان يعني بدعم القياده السياسيه، انه في اراده سياسيه لتمكين المراه، في اراده سياسيه ان الست تاخد مكانها، في ايمان بدور المراه ان هي عمود الخيمه. طب. وبالتالي الحقيقه ان احنا شفنا ده في كافه مناحي الحياه، فيما يتعلق مثلا بتطوير البنيه التشريعيه، تغليظ العقوبات المتعلقه مثلا بالعنف ضد المراه، في الختان، في التحرش، في التحرش، في الاغتصاب. كمان شفنا في تطوير البنيه التشريعيه ايضا تجريم للي ما بيسلمش الميراث، وغالبا بتكون المراه المصريه، غالبا يعني بيكون الموضوع له علاقه بالمراه. شفنا في الحقيقه تفاصيل ليها علاقه كمان كمان بتغليظ العقوبه المتعلقه على المتهرب من النفقات، وايضا في الغالب بتكون مراه. كمان شفنا التعديلات الدستوريه فيما يتعلق بانه الكوتا المتعلقه بالمراه في مجلسي الشورى ومجلس النواب، ايضا بننتظر طبعا مجلس المحليات، يعني ان شاء الله تتعمل، وبرضه في استحقاق دستوري في الحقيقه له علاقه به ايضا تمكين داخل المرأة. القضاء كمان كان في تمكين. ده يعني كانت سابقة. ده حدث طبعا. ليه كان حدث؟ لانه احنا كان عندنا بينزل الاعلام بتاع اهم مؤسسات، مش عايزه اقول ما اهم، من اهم المؤسسات القضائيه في مصر، وهي مرفق مجلس الدوله، بينزل الاعلان الحاصلين على ليسانس الحقوق من الذكور كده بالظبط. واحنا الكلمه دي اتضايقنا واتزعلنا بلا مواربه. يعني بلا مواربه كان ده بيحصل الحقيقه، لولا انه كان في طبعا اكتر من جمعيه عموميه ايضا لمجلس الدوله تحدثوا في هذا الامر، وكان النساء مش من حقها اللي اخذت ليسانس الحقوق دي زيها زي زميلها الولد، وتفوقت عليه في الحقيقه، لان هم في الاخر في تفاصيل مهمه جدا ليها علاقه بالمهارات الفرديه في الاختبارات يعني. صح. وايضا في التقديرات العامه للليسانس ممكن تبقى هي جايبه امتياز وهو جيد جدا، بس هي ما تؤهلش. ليه؟ لانه من الذكور. وبالتالي دي كانت في الحقيقه كارثه كبيره جدا متعلقه بينا كستات، يعني الحقيقه متصدى ليها سياده الرئيس والقياده السياسيه بشكل واضح جدا. شفنا بعديها التمكين المتعلق بمجلس الدوله، وايضا كان في طبعا قبلها بمنصه القضاء في الجنايات ومحاكم الاسره وغيرها. كمان انه اول مره تبقى مسؤوله او مستشاره الامن القومي لسياده الرئيس واحده ست. طبعا. يعني دي كانت الحقيقه يعني في الحقيقه انه استشعار الخطر دائما
من حظ النساء. قد يكون الدفاع يعني او خط الدفاع ممكن يكون من الرجل طبقا لمثلا التكوين العضلي والبشري وكذا، لكن استشعار الخطر طبقا للتكوين النفسي يكون دايما للمراه. فاختيار الحقيقه انه يكون مستشار كتير الامن القومي وزيرات طبعاً كتير طبعاً محافظين في واحنا لسه عايزين في الحقيقه عشان بقى واضحين بقى طمعين قوي لا لا لسه كتير لسه كتير يساعدك يعني احنا عندنا مثلا اسمحي لي يا دينا كمل الحته دي انا اسفه. احنا عندنا مثلا توزيع السلطات اللي هو مثلا رئاسه مجلس الشعب والحكومه ورئاسه الجمهوريه، حتى اللحظه ما فيش فيها مراه، احنا مستنيين يبقى رئيسه مجلس الشعب القادم ان شاء الله مراه، احد مجلسي يعني النواب او الشورى بالظبط بالظبط، انه في الاخر الست من حقها تحكم، من حقها ان هي تكون موجوده في موقع القياده لانه فعلا هي يعني عمود الخيمه، فعلا احنا عندنا حد شخصيه هي بتحكم في البيت مش هتحكم بره بالظبط.